هنروح نورهان طمان واحد نجوم الفريق في ماتش الزمالك وماتش النهارده الاتحاد السكندري عمرو الجندي. اتفضلي يا نورهان. طبعا لسه مستمرين معاكم مع نجوم النادي الاهلي وبنرصد الفرحه، ولكن طبعا يعني هناخدهم من الفرحه شويه ونسالهم شويه اسئله. طبعا عمرو الجندي نجم من نجوم اللقاء النهارده، مبروك يا عمرو. الله يبارك فيك. الحمد لله ربنا كريم، لعبنا ماتش كبير قوي قدام فرقه كبيره، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نفوز بكاس مصر الحمد لله. شايف الماتش كان ماشي ازاي؟ يعني امتى قلقت وامتى اطمنت؟ طبعا هو الماتش كان ماشي طول وعلى طول ايكوال، هم عملوا ران في اول الثالث طلعوا 10 بونت، بس احنا فضلنا متماسكين ولعبنا كويس لحد الاخر وقدرنا نعوض الليد ونخلص بونت، وفضلنا ماسكين في الاخر وبنلعب بتيمبو بتاعنا حتى الحمد لله ما قدرنا نخلص الماتش في الشوط الرابع. نهائي كاس مصر صعب لانه طبعا يمكن حظنا ما كانش كويس في المواجهات اللي فاتت امام الاتحاد، ايه اللي فرق النهارده عن النهائيات اللي فاتت؟ احنا خسرنا الماتش اللي فات وكنا احنا اللي معانا الليد اغلبيه الماتش وخسرنا في الشوط الرابع، النهارده الحمد لله كنا عايزين يعني احنا خسرنا ما ينفعش نخسر نهائيين ورا بعض، الحمد لله ربنا كرمنا في الاخر وربنا كرم الحمد لله ونكسبنا الحمد لله. كلمه اخيره بقى لجمهور النادي الاهلي. بنقول لهم ان شاء الله كمان لسه بطوله الدوري، احنا لسه ما شبعناش، ان شاء الله الدوري في الجزيره السنه دي ان شاء الله. شكرا. ده طبعا كان لقاء اخر مع النجم عمرو الجندي احد نجوم اللقاء. مستمرين معاكم ومراسم تتويج النادي الاهلي، خليكم معانا. شكرا جزيلا نورهان طمان زميلتنا من ارض الملعب.